السلام عليكم، أحبابي في الله. اليوم نقدم لكم طريقة تحضير المايونيز، مايونيز العجيب. إن شاء الله نتمنى يعجبكم. المقادير كنحتاجو: الخل، موطارد، جوج بيضات، الملحة والزيت. هذه هما المقادير ديالنا. نبداو على بركة الله. تقريبا الزيت 2 لتر، كتحرك حتى كيبان ليك المايونيز تجمع. نضيفو الملحة، المطارد، شوية المطارد والخل، هما الحوايج الأساسيين في المايونيز. دابا حركو، كيخصها جوج الناس، واحد يحرك واحد يخوي الزيت. المايونيز ديالنا هو بدا كيطلع، زوز زيت دابا نحركو مزيان. مايونيز عادي هو هذا، طلع بغيتي عادي هو هذا، بغيتي تضيف ليه انا كنضيفو مكونات. بعد المكونات كنديرو الماء، شوية الماء ماشي خفاف، شوية مكونات، كنديرو التومة والربيع، ثوما والربيع. لا بغيتي كاع دير ثوما والربيع والبصله وشويه الزعتر، كيجي هائل. هاد المره نديروها بالثوما والربيع. هو وجد دابا كولي جوج دروس ديال الثوما، هو ديال الجوج، هو المايونيز عادي. ثم لو تكون جوج دريوس ربع، المايونيز ديالنا هو موجود.
اللون دابا كيتبدل ليه ملي كدير ليها الربيع كيولي خضر. دابا الماء ينزلنا بصحة وراحة بصحة وراحة. المهم دابا الماء ينزلنا موجود. إيوا نقول لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله. أتمنى أنكم تدعمونا اشتراك بارتاجي اللي بغى شي حاجة كتخصنا حدا يسيب لنا تعليقات. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله.